رحلة عبور البحر الخطيرة من فرنسا إلى شواطئ بريطانيا تريد الحكومة وقفها باستراتيجية مثيرة للجدل. جميع طالب اللجوء الواصلين بطرق غير قانونية سيتم نقلهم إلى رواندا على بعد أكثر من 6000 كيلومتر في إفريقيا للبث في طلباتهم. في تدخل سياسي مباشر استنكر رئيس أساقفة كانتبري اتفاق الهجرة بين لندن وكيغالي. لا يمكن لهذه الخطة أن تحترم وزن المسؤولية الوطنية لبلادنا التي قامت على القيم المسيحية، لأن إسناد مسؤولياتنا حتى إلى بلد يسعى لفعل الخير مثل رواندا هو عكس طبيعة الله نفسه التي تحمل مسؤولية إخفاقاتنا. الأصوات المناهضة لخطة الحكومة بشأن اللجوء تتعالى من شتى أطياف المجتمع، سواء من أحزاب المعارضة أو من قبل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان والهجرة، لكن وزارة الداخلية تعتبرها ضرورية للتعاطي مع أزمة الهجرة غير الشرعية وغير المسبوقة من بلدان آمنة مثل فرنسا ودول أوروبية أخرى لديها أنظمة لجوء مثالية. يتعين علينا اتخاذ خطوات لمعالجة هذا الأمر بالضبط، وأعتقد أن هذا التدخل مهم، بينما يوفر أيضاً فرصاً في ملاذ آمن في رواندا. عراقيل جديدة ستصطدم بأحلام المهاجرين غير الشرعيين للوصول إلى الجزيرة البريطانية مع دخول البحرية الملكية على خط التعاطي مع ما تصفه بقوارب الموت وتأمين الحدود التي كانت أبرز حملات تصويت بريكزيت. تقول الحكومة إن الطريقة الوحيدة الآمنة لعدم الإساءة إلى نظام اللجوء هي تسوية طلبات الراغبين على بعد آلاف الأميال من بريطانيا، لكن هذه الخطة يجب تمريرها في البرلمان ومجلس اللوردات قبل اعتمادها قانوناً. مصطفى زارو، العربية، لندن.